السلام عليكم سيدنا، مرحبا بكم عند اوتو الشمالي. نهاركم مبروك. اليوم عندنا لكم هاد المبروكة، هادي هيونداي الاكس 35 الموديل 2012، طوموبيل توتو بسيو تبارك الله، العمورية، لابواط لوتوماتيك كما كتشوفوا من الجانب ديال الطوموبيل، جوين طات لي جايبة، طوموبيل نقية تبارك الله كما كتشوفوا. هاد لا كولور بيض، ديك لي بواني دبيبان جايبهم كرومي. غندورو بالنسبة للجانب ديال السيارة كما كتشوفوا معنا من الخلف، هاد لي فيو لي جايبة. بالنسبه للماتريكا اللي فيها ديال فاس 1015، الاكس 35 هيونداي، طوموبيل تبارك الله لي مطلوبة ومعشوقة عند بزاف ديال الناس، وخاصة عند الناس اللي مجربينها. هذا هو اللي كاين بالنسبة للمراية، حتى فيها تيتجمعو. طوموبيل كيما قلت لكم 2015، لابواط لوتوماتيك 8 ديال الخيل، كتخلص 1500 درهم كما معروف. وكنصح يعني مجموعة ديال الناس، يعني في لوتوماتيك الانسان يفضل 8 ديال الخيل، على حساب باش ما كيكونش بعض المشاكل كما كتشوفوا السيارات الاخرين، يعني بحال كالانسيس ولا شي حاجه كتلقى فيها بزاف المشاكل بالنسبه للاوتوماتيك لابواط. هذا هو اللي كاين. ندوزو سيادنا دابا لشرح المعلومات ديال هذه السياره. بالنسبه للمراية راه كابطاب بسمه في الباب كما كتشوفوا معنا، تبارك الله الصالون فيها سومي كبير من هنايا. بالنسبه ديا فولون اللي فيها ميلتي فوركس، هو هذا هو الكونتور تاعها، جايبه هذا البوست هذا تبارك الله كبير. لابواط كما قلت لكم الاوتوماتيك، لا كليم ديجيتال حتى هي، طوموبيل نقيه ديال حد الحاج، كاينه في مدينه فاس كما كتشوفوا معنا. فيها لي سياج الكتريك، طوموبيل ما شاء الله داكشي يا سلام. ندوزو للخلف ديال السياره كما كتشوفوا معنا اخوتي، الصالون فيها سومي كبير، طوموبيل مازال نقيه بالنسبه لهذا الموديل هذا. شوفوا معنا اخوتي من داخل ديال السيارة، الكيلومتراج ضربة 178000 كما كتشوفوا معنا. ندوزو للمالا، شوف معنا فيها الكفر كبير، طوموبيل عائلية كما قلت لكم اخوتي. هذا هو رويضة السكور اللي فيها هنايا، راه مازال جديدة، طوموبيل جامي اكسيدونتي، كلشي مازال فيها ديال الدار، خلاص كاين لي روتوش مي خفافين، كسيدة ما كايناش، موتور مزيان كما عندكم عند اوتو الشمالي. شي حاجه ما كان زوينه وما عجبتنيش راه ما غنبريزونطيهاش عندي اخوتي فلاشين. هذا هو اللي كاين. ندوزو من هذا الجانب هذا باش تشوفوا الطوموبيل بحال على اساس تتقلبوها نتوما. بالنسبه للناس اللي بعاد ولا حتى اللي قراب، مرحبا بالجميع. انا اخوتي الطوموبيل زوينه، لابواط لوتوماتيك كما معروف على الاكس 35. الاوبسيو اللي ناقصها هو الطوا، ما فيهاش طوا، مي عادي شحال واحد ما تيفضلش الطوا. ما تنساوش اخوتي دائما البارطاج والدعم باش يوصلكم دائما الجديد ان شاء الله. جايب هاد البارت كيسات هادو على حساب هلو من بعدو باش تشوفوا الجانب ديال السياره من الجهه ديال اليمين. ندوزو لقدام، فيها روايدين، روايد تبارك الله مقيين مازالين يضربوا. هذا الفرس الكل اللي جايبه هنايا، هذا هو الفاس ديالها اللي عاطيها واحد الشكل زوين تبارك الله كما قلت لكم. الماتريكول فيها فاس هيونداي الاكس 35. كما العادة اخوتي كما متعودكم عند الشمالي، اللي بغى شي حاجة ولا بغى السيارة يتواصل معنا على الرقم التالي 06-09-27-06-55، فيه كذلك الواتساب وهذا الهاتف دائما مشغل. وكنرحبوا بالجميع في مدينة فاس، اللي بغى شي حاجة يتواصل معنا ولا اللي بغى يبريزونتي شي طوموبيل ديالو للبيع مرحبا به عندنا. يلا سيدنا، السلام عليكم.